تبارك وتعالى وزوجناهم بحور عين. سمعت كلام لعلي منصور الكيالي يقول هذه الحور العين في الجنة دليل سياحي، من أين جاء هذا الكلام؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ من فسر هذا التفسير؟ الله يقول وزوجناهم بحور عين، وسبب قول الكيالي هذا أنه يفسر القرآن على هواه، لم يأخذ التفسير عن أهله، يعني ليس له سلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين، لأن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا كثيرا من تفسير الآيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الخلق وأتقاهم، ولم يقل أحد بهذا القول، وله انحرافات كثيرة سببها أنه لا يفسر الآيات على أصول الصحابة رضي الله عنهم ويفسر الآيات على هواه.